هنعمل مكرونة الباجيتي بالخضار، وزي ما انتوا شايفين طبق كده فخم ما شاء الله، حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة وطعمها حلو قوي. الوصفة دي مش وصفتي، الوصفة دي أنا جايباها من على اليوتيوب، في شفت قنوات كتير عاملاها وقنوات كبيرة ما شاء الله، وبيشكروا قوي في الوصفة، وبصراحة هي عجبتني، وخصوصا اللي هي سريعة وأنا حاليا مستعجلة يعني، فأنا قلت أجربها معاكم، وإن شاء الله بإذن الله لو طلعت حلوة هقول لكم. طبعا كل حاجة هتكون قدامكم إن شاء الله بإذن الله هتطلع حلوة قوي. طيب إحنا عملنا إيه؟ احنا حضرنا ايه؟ جبنه، اللهم صل على سيدنا محمد، مكرونه سباكيتي اهي، وبصل وطماطم وفلفل اخضر، لو عندي فلفل الوان كنت حطيت، بس بصراحه ما عنديش فلفل الوان. عندك فلفل الوان يبقى حلو قوي، هو بس في بصل وطماطم وفلفل مقطعهم كلهم مكعبات، والمكرونه سباكيتي، ومعايا هنا شويه صلصه، ومعايا التوابل بتاعتنا اللي هي بابريكا، والله ما صلى سيدنا محمد، فلفل اسود وكمون وملح وبهارات، في توم بودر، بصل بودر، يبقى تمام. وانا حاطه ميه بتغلي على النار، ويلا بينا على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. خلاص احنا جينا على البوتاجاز، عايزه اقول لكم ان انا حطيت هنا كمان توم مهروس، توم كده انا فرماه. هنبتدي بقى نحط شويه زيت، تمام كده، كده كفايه. البهارات بتاعتنا هننزل بيها برضو. خلاص كده حطينا كل حاجه، الصلصه اللهم صل على سيدنا محمد، انا هسيبها احطها معاكم بس لما نحط الميه وكده يعني، مش دلوقتي. انا عندي حاطه ميه بتغلي على النار، هشيلها دلوقتي وهفضي على المكرونه. هبتدي ان انا افضي الميه السخنه، ميه تكون مغليه. كفايه كده، لما نشوف هنعوز تاني ولا ايه. عايزه بقى كل شويه احرك المكرونه علشان ما تمسكش في بعضها، تمام. هتحتاج كمان شوية مية نقلبها بقى، مش عايزينها تفضل ايه كده عشان ما تمسكش بعضها، نفرفرها بقى ونقلبها، تمام. بصوا اهيت، نقلبتها اهيت، خلاص مش ماسكة بعضها ولا حاجة، بس انا بفكر كده نقلها في حلة واسعة لان الكمية هنا كتير، وانا بحب ايه اشتغل في حاجة تكون ايه واخدة، يعني يكون الحاجة واخدة وراحة كده في الحلة، يعني ما تكونش ان هي ايه ان الحلة ضيقة عندي ومش عارفة اشتغل ومش عارفة اقلب ويقع مني وكده، لا. بصوا انا هنقلها في حلة تانية وهرجع لكم تاني. ايوه كده، كده اعرف اتحرك بقى، شايفين كده واسع معايا، اعرف اتحرك، اعرف ان انا اقلب وكده، مفيش حاجة تقع مني كده، تمام. وما اجي اقدمها بقى بقلبها في طبق تقديم عادي، تمام. دلوقتي هحط الصلصة، هي لسه فيها مية على فكرة، اوريها لكم ما استوتش يعني، فيها ميه اهي، تمام. هقلب بقى الصلصه فيها واهدي عليها واسيبها كده تستوي مع نفسها. طبعا احنا مظبطين الملح ومظبطين كل حاجه، حاطين التوابل بتاعتنا وحاطين الملح وكل حاجه عليها، وادي الصلصه كمان هتخليها حلوه، هتستوي مع نفسها كده، ونشوف بقى لما تستوي هتبقى شكلها عامل ازاي. زي ما قلت لكم الوصفه دي مش بتاعتي، الوصفه دي انا شايفاها على اليوتيوب، كذا قناه كانت عاملاها قبل كده، بس انا بصراحه ما اعرفش اي قناه يعني اللي هي عملتها الاول او كده، او دي مين صاحبه الفكره عشان يعني اقول اسمها وكده، لان انا طبعا المفروض يعني اي وصفه اللي انا اعملها مش بتاعتي اقول الوصفه دي بتاعت فلانه، بس انا بصراحه ما اعرفش هي وصفه مين. انا لو بصراحه لو اعرف هي بتاعت مين انا كنت قلت على طول، لما بصراحه انا ما اعرفش. فطبعا انا هقول لكم الوصفه اللي مش بتاعتي، هقول لكم الوصفه دي مش بتاعتي يا جماعه، لو اعرف صاحبه الوصفه اقول لكم، ما اعرفش اقول لكم دي مش بتاعتي، هي بتاعت حد انا ما اعرفوش، تمام. نغطي عليها بقى ونسيبها لما تستوي ونرجع لكم تاني. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم بجد الوصفه طلعت تحفه، طعمها جنان، حلوه قوي.
شايفين شكلها عامله ازاي ومستويه ما شاء الله. والمكرونه مش يعني مش ان هي بتكون معجنه او كده، لا زي ما انتم شايفين اهي ما شاء الله يعني عليها مستويه وحلوه قوي. يلا بقى يا بنات اشتركوا معايا في القناه، فعلوا زر الجرس، لايك كده منك يا قمر. يلا نتقابل على خير، اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الوصفه دي مش وصفتي، الوصفه دي انا جايباها من على اليوتيوب، في شفت قنوات كتير عاملاها وقنوات كبيره ما شاء الله، وبيشكروا قوي في الوصفه، وبصراحه هي عجبتني، وخصوصا اللي هي سريعه وانا حاليا مستعجله يعني، فانا قلت اجربها معاكم، وان شاء الله باذن الله لو طلعت حلوه هقول لكم. طبعا كل حاجه هتكون قدامكم ان شاء الله باذن الله هتطلع حلوه قوي. طيب احنا عملنا ايه او احنا حضرنا ايه؟ جبنا اللهم صل على سيدنا محمد مكرونه سباكيتي اهي، وبصل وطماطم وفلفل اخضر، لو عندي فلفل الوان كنت حطيت، بس بصراحه ما عنديش فلفل الوان. عندك فلفل الوان يبقى حلو قوي. هو بس بصل وطماطم وفلفل مقطعهم كلهم مكعبات، والمكرونه سباكيتي، ومعايا هنا شويه صلصه، ومعايا التوابل بتاعتنا اللي هي بابريكا، والله ما صلى سيدنا محمد، فلفل اسود وكمون وملح وبهارات، في توم باودر بصل باودر، يبقى تمام.